طب حضرتك صرحت وقلت قبل كده ان الكاستنج دايركتور اصلا بياخد فلوس، صح كده؟ علشان البعض عشان البعض برضو بس هما بياخدوا نسبه. أيوة. من فلوس الممثل. ايوه. طب ليه بيحصل كده؟ ما هو دلوقتي فتح مكتب. أوكي. والمكتب ده فيه كهرباء وفيه غاز وفيه ضرايب وفيه حاجات من ده كده وعامله ده، فبيجيبك لو انت قبلتي، يعني المخرج اختارك من خلاله، فبيقول لك اتفق معاك. في ناس بتاخد 10% وناس بتاخد 15% وناس بتاخد 20% وناس بتاخد 35%. طب انت هتحمل المهنه دي ازاي؟ النهارده اصبح يا انجي مع حفظ الالقاب يعني ما تزعليش مني، المساعد الدلاله بتاعت مش عارف ايه اللي عامله، مع احترامي برضو للمهنه يعني، تيجي تقول لك انا بعمل التيشتي ما اعرفش يجيبوها لك، دي تبقى تمثل. ايوه ده لان بقت بلوجر او فلورنسر ولا ما اعرفش المسميات اللي بيقولوها، ما بقتش مجال تقدري تقولي فيه كده، ما بقاش مصدر واحد هو اللي بيراعي الحكايه. لا ده احنا داخلين حاره سد، اي حد ممكن يعمل اي حاجه باي حد. طب حضرتك شايف قله الفرص دي نتيجه ايه؟ نتيجة او مين السبب اللي فيها؟ هل مثلا النقابه ليها دخل؟ هل الفنانين؟ هل المخرجين؟ يعني سببها ايه؟ سببها ان مفيش حد فاضي. سببها ان انت حضرتك بتاخدي المسلسل. أوكي. ما بتخشيش بالحلقات كامله. بتخش الخمس ست حلقات عشان تلحقي السيزون، تلحقي اوف سيزون، بقى في رمضان واوف سيزون. فعشان تلحقي ده، فالمخرج برضو معذور، ما عندوش كل الشخصيات الموجودين. هو بيقعد مع المؤلف او الورشه بتاعت المؤلف وبيقول له احنا انجي بعد كده هتروح كذا، محمود هيبقى كذا كذا، ده الخط لسه ما اتكتبش، لكن هو عنده ايه؟ خط السير. بيطلع بقى في السكه علي وعباس ونوال وسعديه وحاجات منه كده مش معروفين. طب هنجيب مين بقى؟ فالكاستنج دايركتور هنا بيقول. فهو المخرج يهمه ان ناس كبار يعني لهم اسماء بتاع ان شاء الله يعمل مشهد واحد. فما بعدش بتفرق انت حضرتك بتعملي بطوله مسلسل، بطوله والناس شايفينك انت عامله بطوله ومحققه، بعد كده بعت لك في مشهد الواحد يجي له شلل ولا يعني يحصل له ايه ولا كده، في لخبطه، في يعني، وربنا يسهل. طيب.